السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الأعزاء، رجعنا لكم بفيديو جديد. هذا الفيديو راح نشرح فيه تطبيق تي آي لايف، هو أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي وتطبيقات البث المباشر. رابط التطبيق راح أخلي لكم إياه بالوصف، تقدرون تنزلونه وتستفادون من عنده وتقضون أوقاتكم الممتعة به. أول شيء نقوم بشرح التطبيق، كيفية إنشاء الحساب وشرح بعض مميزات التطبيق. طريقة إنشاء الحساب، أما عن طريق حساب جوجل أو عن طريق حساب الفيسبوك مع الموافقة على شروط الخدمة والسياسة. أنا حاليا راح أسجل الدخول عن طريق الجوجل وأرجع لكم. طبعا بعد ما سجلنا الدخول إلى التطبيق ظهرت لنا هذه الواجهة، هي واجهة البثوث المباشرة. هنا عندك التدفق وهذه دول تقدر تختار أي دولة وتدخل إلى البثوث المباشرة. كذلك عندك هنا الحروة التابعة، هذه هي الفيديوهات الخاصة في التطبيق أو الريلزات. مثل ما جاي تشوفون من هنا نظهر البثوث المباشرة. كذلك هذا هو لتحميل الفيديو أو النشر داخل هذا التطبيق، نضغط على الكاميرا ونقدر نحمل الفيديو. كذلك هذه هي الرسائل الخاصة في التطبيق من خلال التفاعل والإشعارات وغيرها من هذه الأمور. هذه هي الصفحة الشخصية الخاصة بنا. هنا عندك التوكنز اللي هي 10 من خلال انقضاء مهام أو تسجيل الدخول اليومي. كذلك عندك هذه العلاوة والحزمة ومستواك وغيرها من هذه الأمور. نروح هسه حاليا إلى الضبط الإعدادات، بعدها إعدادات الحساب اللي هي طريقة ربط الحساب أما بالجوجل أو الفيسبوك. وإذا حبيت تحذف الحساب تضغط على حذف حساب ويتم حذف حسابك بعد وصول كود أو بعد تأكيدك لحذف الحساب. لغة التطبيق من هنا وغيرها من هذه الأمور. طريقة تسجيل الدخول كلش بسيطة، اللي هي تروح على الملف الشخصي من ثم على الإعدادات من ثم تسجيل الخروج. حاليا تم تسجيل الخروج. تسجيل الدخول شرحناه في بداية الأمر. تطبيق كلش حلو، أتمنى تستفادون من عنده. لا تنسون اللايك والاشتراك. مع تحياتي للجميع.